السلام عليكم أعزائي حبايبي، أتمنى لكم الصحة والعافية. حلقة جديدة من نباتات المنزلية. نتناول حلقتنا اليوم نبات جدا راقي، نبات جميل، إلا وهو نبات اليوغا. نبات اليوغا موطنه أمريكا وجزر الهند. الكمام مبين واضح أمامكم. نبات أوراق خضراء، نهايات مسممة، جذع كبير. النبات اليوغا من النباتات الصحراوية اللي تتحمل الجفاف وقلة العناية. يعني أنصح الأخوة والأخوات اللي يعني بدايتهم بعد بالنباتات اللي يجنون نبتة اليوغا، لما تحتاج أي عناية شيء بسيط كلش، تتحمل الظروف المناخية الصعبة، الجفاف والعطش. نصيحة للأخوة والأخوات اللي يقتنون نبتة اليوغا أن يقللون السقي للنبات، لأن السقي الزايد لنبتة اليوغا يؤدي إلى تلف الجذور ويتلف النبات حرامات. النبات يوصل ارتفاعه إلى أكثر من 3 أمتار أو 4 أمتار، وإذا توفرت الظروف المناخية اللي يحتاجها النبات يوصل ارتفاع أكثر. التكاثر النبات اليوغا من خلال تقسيم هذا النبتة أمامكم، كان سنتين سوى بسندانة واحدة بعصيص واحد. أنا قبل ساعتين فصلتهن وخرت الخلفة أو الفسيلة عنها بسندانة أخرى. هاي طريقة التقسيم إخواني، تكونوا حذرين من ناحية التقسيم. ألزم النبات بكل رقة وكل عناية وأفصل الفسيلة عنها حتى يتكاثر، وأيضا من خلال المراعم والعقل أيضا يتكاثر. نبات اليوغا نبات جدا جميل، ويحب أشعة الشمس الغير مباشرة. أشعة الشمس الغير مباشرة أفضل، لأن إحنا عندنا شمس الحرارة درجة حرارة جدا عالية، احتمال يتلف النبات درجات الحرارة العالية. وأكرر يعني يكون قليل السقي، السماد كل 15 يوم يتشمد حسب نوع السماد اللي عندكم. ونبات راقي وجميل، وأنصح الأخوة والأخوات أن لا يقطعون الأوراق اللي تطلع عنده، لأن الأوراق الخضراء هي اللي تعمل على عملية التركيب الضوئي للنبات وتخليه ينمو بصورة صحيحة. وأنا ممنون، شكرا جزيلا.